أعزائي طلبة متطلبات الصف الثاني الثانوي، إن شاء الله النهاردة بنبدأ الكورس بتاعنا مع أول قاعدة وهي قاعدة ماست. المودال فيربس اللي هم الأفعال الناقصة لها معاني كتير جدا في المضارع وفي الماضي. بنبدأ النهاردة باستخدام فعل ماست. ماست بلس الانفينيتيف، ماست زائد المصدر، لها معاني مختلفة كتير جدا. أول حاجة لها بنستخدمها في النسيسيتي. يعني ايه نسيسيتي؟ نسيسيتي يعني الضرورة، والضرورة دي بتبقى بيسموها انر. يعني ايه انر نسيسيتي؟ يعني ضرورة داخلية من داخل الشخص ذات نفسه، وبالذات مع الضمير اي ومع الضمير وي. يعني ما ايه؟ ها اي ماست ستادي هارد فور ذا اكزام. تمام. هنا الضرورة من داخلا، يعني انا اللي بجبر نفسي ان انا اقوم اذاكر، يعني محدش اجبرني ولا حد قال قوم ذاكر ولا حاجة. اوكي. ولما اقول ها وي ماست اوبي اور بيرنتس، احنا ما حدش اجبرنا ان احنا نطيع والدينا، ولكن احنا اللي ضرورة من جوانا، احنا شيء مستحب لازم نعمله. اوكي. ديت بالنسبة لنمبر 1، يبقى هي الضرورة. ممكن نقول هوت انفيتيشن. يعني ايه هوت انفيتيشن؟ يعني دعوة حرة. يعني لما بقول للبعض يو ماست كم راوند اند سي اس، لابد ان تشرفونا، لابد ان تاتوا وتزورونا. تمام. ولما اقول لواحد تاني يو ماست تراي ذس فود، يعني بدعيه وبقول له انت لابد ان انت تجرب هذا النوع من الطعام. اوكي. الحته اللي بعد كده ممكن بالنسبة لـ must نقول ايه؟ strong advice. المتعرف عليه ان احنا بنستخدم شد في النصيحة العادية، ولكن دي بيسموها strong advice اللي هي بتخل بالبناء الجسدي بتاع البني ادم. يعني لما اقول كده هوت ها we must wear face covers in order not to catch any kind of infection. تمام. يعني انا في جمله زي ده ما اقولش شد بقى في الايام ديت، الايام بتاعتنا الغريبه دي، انا اقول ايه وي ماست، لان هنا دي نصيحه قويه، لان انا لو ما عملتش كده ممكن اصاب، ممكن اعيا عياء شديد، يعني ممكن المرض يبقى خطير بالنسبه لي، يعني something which is dangerous. اوكي. يبقى هنا strong advice. بضيف لها بردك حته الديدكشن وهي الاستنتاج. يعني اقول ايه it must be apparent. يعني ايه it must be apparent؟ يعني شفت طائر في الجو، نسبة الاستنتاج عندي بنسبة 100% له ريش وهو طائر فعلا، اقول اكيد لابد وانه ايه طائر. يعني النفي بتاعها هنا it can't be a plane، متأكد ان هو مش طائرة. لو نفتكر المثالين اللي احنا دايما بنذكرهم، اما اقول لواحد ايه هي، لو واحد بيقول اي كلام كده اقول لا هي ماست بي جوكينج، هي كانت بي سيريوس. تمام. يبقى هنا معناها ان لابد وانك مازحا، لا يمكن ان تكون جدا. فهنا في الديدكشن يعني الاستنتاج بنفي ماست بكانت. اوكي. لان احنا بعد شويه هنشوف في النسيسيتي نفي ماست بحاجه تانية. اوكي.
علشان ان انا اطور القاعدة شوية ممكن اقوم قايل ان اما اقول لك ده he must have passed the test. تمام؟ ده استنتاج فين؟ في الماضي. بنرجع مرة تانية ونشوف المثال اللي كنا كاتبينه من شوية. هي must have passed the test. ده استنتاج فين؟ في الماضي. تمام؟ لو أنا بعمل جملة زي دي question tag. question tag يعني أليس كذلك؟ يعني أقول إيه؟ mustn't he must he didn't he did هي. طبعا هنا كل ده question tag بمعنى اليس كذلك وبقابله كوما. تمام؟ طيب هو ده شكل question tag في اخر الجمله بمعنى اليس كذلك. هو دايما الجمله المثبته بعكسها جمله منفيه، وهو مش موضوعنا النهارده، لكن انا عايز اقول ان ده هو must have زي التصريف الثالث بتدل على الماضي، والماضي طبعا يبقى ايه؟ بجيب بعكس، يبقى didn't هي، يبقى الاجابه الصحيحه didn't هي، لان دي بتدل على الماضي وهو هنا مثبت، يبقى انا ايه؟ هنفي، يبقى الإجابة الصحيحة didn't he. آخر حاجة بقى بستخدمها بالنسبة لمست اللي هي تذكر مست عند كتابة نص القانون. تذكر مست عند كتابة نص القانون. يعني أنا لو بقول هنا هوت drivers must wear seat belts. شايفين؟ يبقى هنا الوقت بقول drivers must wear seat belts، لابد ان هم ايه؟ يرتدوا حزام الامان. يبقى ده ما يذكر به القانون، يعني نص القانون. تمام؟ طيب احنا هنا بقى بنيجي تاني نقول ايه؟ have to we has to زائد المصدر we need to زائد المصدر ها وايضا have we has got to زائد المصدر. دولت يعتبروا برضك ضرورة في المضارع، ولكن هنا بنسميها هكتب expression واشرحه outer authority. يعني ايه outer authority؟ يعني سلطة خارجية، يعني مؤثر خارجي بيحتم عليا ان انا افعل الشيء ده. يعني لو انا قلت ايه I have to wear a uniform. تمام؟ يبقى معناها ان في رول. يعني ايه رول؟ في قاعدة، في قانون ديت according to school rules، يعني طبقا للقواعد المدرسية. يبقى لازم ان انا ارتدي ايه؟ زي الرسمي. اما هنا بالنسبة للقانون ذات نفسه يبقى ايه؟ must. يبقى انا عايز استنتج حتة مهمة جدا، ان انا لو ذكرت نص القانون او ذكرت نص القاعدة يبقى اقول must. طب ما يلزمنا به القانون وما تلزمنا به القاعدة؟ يبقى بستخدم ايه؟ have to. يبقى have to بتذكر عندما يجبرني قانون معين او قاعدة معينة على عمل شيء، ولكن ليس من جوه الشخص ايه؟ نفسه. يبقى ايه؟ have to. وطبعا has to مع الايه؟ مع المفرد. اما بالنسبة need to هي بتدي معنى ان انا لابد ان انا اعمل شيء لانه هام بالنسبة لي. اوكي؟ يعني مولا I need to buy some sugar because we have run out of sugar. اوكي؟ يبقى ده شيء مهم بالنسبة لي. يبقى دي الحتة التانية بالنسبة لقاعدة have to اللي هو الاجبار ايه؟ الخارجي. الوقت اعزائي الطلبة بنيجي لنقطة مهمة تانية في القاعدة بتاعتنا، وهي the lack of necessity in present، وهي نقص الضرورة في المضارع. يعني عدم وجود الضرورة في المضارع بنستخدم needn't زائد المصدر، وبنستخدم don't و doesn't have to زائد المصدر، وبنستخدم don't و doesn't need to زائد المصدر. كل ده معناه
it is not necessary to زائد المصدر. طبعا بالنسبة ل must و have to احنا عرفنا الفرق بينهم وهما الاثنين بيسووا it is necessary to، ولكن هنا انتفاء او اختفاء الضرورة كل ده needn't don't و doesn't have to don't و doesn't need to او it is not necessary to. مثال على ذلك لما اقول ايه it is a holy day today so we don't have to go to school. فهنا بيقول مش ضروري نروح المدرسه النهارده لانها ايه اجازه. يبقى ده كل الاكسبريشنز اللي موجوده قدامي ده كلها معناها ايه ليس ضروريا. بكررها مره ثانيه ندنت don't or doesn't have to don't or doesn't need to it is not necessary to. اوكي طيب لو انا بقى حاولت اجيب must و have to و has to في الاستفهام، طبعا must فعل ناقص يبقى must بيجي بعده الفاعل وبيجي بعده ايه المصدر. تمام يبقى دي معناها هل من الضروري، يعني ده معناها is it necessary to زائد المصدر، وممكن احط بعد necessary for واجيب اسم او ضمير، يعني is it necessary for احمد to go to school today must احمد go to school today، وطبعا بجيب ايه do و does زائد الفاعل زائد have to لانها ديت المصدر المصدر من فيرب تو هاف هاف تو زائد ايه المصدر بعدها، يعني حتى لو انا جايب الفاعل مفرد وحتى لو انا جايب الزمن ماضي يبقى الثلاثة ده هم دو وداز وديد فاعل هاف تو. يعني مثال على ذلك لما اقول لك ايه داز هي افتح كورس هاز تو ولا هاف تو ولا هاد تو في القوس مثلا visit them today. طبعا هنا does على طول اخد ايه الشكل الفعلي الاولاني حتى لو انا عندي ايه هنا ايه مفرد. تمام يبقى ديت نقطه اختفاء او عدم وجود الضروره فين في المضارع. هنيجي بقى للضرورة في الماضي، والضرورة في الماضي ها بنستخدم had to زائد المصدر، ولأن لا يوجد شكل أو فورم من must في الماضي فبنستخدم had to زائد المصدر، دي معناها ها it was necessary for نقول إيه اسم أو ضمير ها to زائد المصدر، دي معناها يا جماعة يعني معناها إيه؟ كان ضروري كان ضروري، يعني لما اقول كده دوت I had to take a taxi yesterday I had to take a taxi yesterday because it was raining لأنها كانت ايه تمطر because it was raining I had to take a taxi yesterday because it was raining. اوكي يبقى ديت معناها كان ضروري في الماضي. طيب هنيجي برضك نقوم قايلين عدم وجود الضروره في الماضي، ودي نقطه مهمه جدا 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 ومجال لاسئله كتير. ها عندي حاجتين ها didn't need to و didn't have to زائد المصدر، وعندي حاجة تانية اللي هي needn't have زائد التصريف الثالث. الاثنين معناهم it was necessary دولك بقى ايه it wasn't necessary it wasn't necessary for
اسم او ضمير تو زائد المصدر. ولكن في اختلاف بين التركيبتين دولت، يعني didn't have to و didn't need to بتختلف عن didn't زائد have زائد التصريف الثالث. في ايه؟ هنا هوت عم اقول كده هوت she didn't have to cook much food so she didn't she didn't have cooked much food but she did. تعال نفسر كده. لم يكن ضروريا ان تطهي او تطبخ الكثير من الطعام لان معزوم ناس قليله مثلا، ولذلك لم تفعل. ولو جينا نقولها كده، لم يفعل الشيء في الماضي لانه لم يكن ضروريا. لم يفعل الشيء في الماضي لانه لم يكن ضروريا. She didn't have cooked much food. دي معناها عمل الشيء، يعني هي طبخت مع انه ما كانش ضروري. يعني هنا نقول ايه؟ فعل الشيء مع انه لم يكن ضروريا. يعني ما اقول كده هوت جمله في اختياري he didn't have to answer ولا didn't have answered all the questions. لغاية الوقت الاثنين صح. اوكي. Some of them were optional. يعني كان بعضها اختياري. تمام؟ يعني بعض الجمل كانت يعني رؤوس الاسئلة اختيار. يعني كنت ممكن تجاوب يعني اثنين من ثلاثة، وجايب لك ثلاثة اسئلة وبقول لك جاوب اثنين. ولكن هو جاوب كل الاسئله كلها. يبقى هنا الاجابه اللي بنرجحها didn't have ايه answered. اوكي. ولا وممكن يقول لي هنا اهوت but he did او so he didn't عشان يرجح اجابه من الاثنين. لو قلنا but he did هتبقى didn't، لو قلنا so he didn't هتبقى ايه didn't have to او didn't need to. ودي حتة مهمة جدا ايها الطلبة الاعزاء. هنيجي للشق الاخير من القاعدة بتاعتنا النهاردة، وهي طبعا احنا من اول حلقة بتاعتنا عرفنا نفي must didn't. تمام؟ وعرفناها في الديدكشن، في الديدكشن can't. وعرفناها في الماضي didn't have to او did او didn't have زي التصريف التالي. طيب تعال نشوف الشكل ده اللي هو ايه؟ mustn't زائد المصدر. mustn't زائد المصدر ده اول معنى ليه؟ معناه it is banned to زائد المصدر forbidden زائد المصدر prohibited زائد المصدر. ده كله it is. تمام؟ ممكن ايه؟ it is not permitted. it is not permitted to زائد المصدر. you are not allowed to زائد المصدر. يرجح الكثير ان انا مع allow بستخدم فاعل عاقل. تمام؟ لان هي في بعض الكتب الخارجية وفي بعض الكتب بتاعتنا بنقول it is not allowed، ولكن يرجح البعض استخدام فاعل عاقل فلان is not allowed او you are not allowed to زائد المصدر. هنا بستخدم no زائد الفعل في ing. هنا you will be fined. you will be fined if you زائد المصدر. كل الاكسبريشنز ده واي اكسبريشن يعني ممكن استخدم كمان اتس اجينست ذا لو، يعني ضد القانون. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يبقى ده معناه ان
ممنوع فوربيدن، محرم بروهيبتد، سوف تغرم. تمام، يو ويل بي فاين. ممنوع محرم سوف ايه تغرم. يعني ما اقول لك ايه ات از نوت ا باركينج اريا، يبقى ما اقولش يو شودنت، يبقى يو ماسنت بارك هير. اوكي تمام. طيب هل ممكن ماسنت ده تستخدم بمعاني اخرى؟ ايوه، احنا بنستخدم شودنت للنهي العادي، ممكن نستخدم ماسنت للنهي الشديد. يعني انا لو متاكد ان الحاجه دي هتاذي شخص، يعني ما اقولك ايه يو mustn't drink this water, it is poisonous. Okay, you mustn't walk nowadays without wearing a face cover because it is very dangerous. Okay, so هنا mustn't بستخدمها ليه؟ للنهي الشديد. بختم بتكة بسيطة خالص، وهي استخدام must كاسم. يعني ايه استخدام must كاسم؟ يعني ما اقول ايه it is a must to do our best to improve our language. كلنا بنحسن في اللغة بتاعتنا. طبعا هنا ايه must مش فعل ناقص عشان تاخد تو، لكن هنا انها ضرورة، انها ضرورة. اعزائي الطلبة، كنا سعداء ان احنا معاكم، وان شاء الله في الفيديو القادم سوف نقوم بالتطبيق على ما قد شرحناه. الى اللقاء.